أمنا عائشة رضي الله عنها بتحكي الواقع الذي كان يعيشه الإنسان قبل الإسلام وفي بدايات الإسلام، بأن هناك أنماط من العلاقات التي يلتقي فيها الرجل مع المرأة، يمكن يعددت أربعة أنواع، أربعة أنماط كانت موجودة في ذلك الوقت، منها المخادنة، منها الاستبضاع، يعني بحيث ان هم ايضا في نظرهم الذي كان في هذا الوقت بانهم يريدون ايجاد علاقات خارج نطاق العلاقات الزوجيه المشروعه. بس كان فيها خروج عن الفطره بلا شك، ولذلك هي اقر الاسلام منها نوعا واحدا فقط، وبقيه الانواع هي غير مشروعه من وجهه نظر الاسلام، ايا كان المبرر وايا كان السبب، حتى ولو كان السبب ايجاد، لان في بعضها ايضا ايجاد نسل ونوع معين من الانسان ذات صفات معينه، كانه يعني تحسين نسل، يعني كانه يعني في ايجاد قوه للنسل، يريدون شجاعه، يريدون كرم معين، فمن الكريم من الشجاع فلان فلان فيؤتى به، والعلاقة الزوجية قائمة. كل هذه فاسدة، أنماط فاسدة كانت موجودة في المجتمع في ذلك الوقت. هذه رسالة الإسلام للإنسانية كلها، أن كل هذه العلاقات التي كانت تجمع ما بين رجل وامرأة أيضا، لكنها خارج نطاق العمل المشروع وخارج نطاق العلاقة الزوجية الحقيقية الصحيحة التي قرها الإسلام، في أن الرجل يتقدم كما تقول أم المؤمنين عائشة، يتقدم لامرأة فيخطبها، ثم بعد ذلك يتمم ذلك بعقد الزواج الذي نحن عليه الآن وهم عليه قبل ذلك، وسيبقى هذا الأمر إلى يوم القيامة. كأن الشرع الشريف يريد ويقول لنا في رسالة واضحة بأنه أن هذه العلاقات المحرمة التي منعتها والتي حرمتها تحريما قاطعا إلى يوم القيامة، هي دليل على أن كل علاقة ما عدا علاقة الزوجية الصحيحة في إطار العقد الشرعي الصحيح هي علاقة لا تصلح أولا لتكوين أسرة، نمرة اثنين أنها علاقات ممنوعة لأن مخالفتها للفطرة أولا ولمخالفتها للدين ثانيا، والدين هو قائم على الفطرة، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، ولذلك ينبغي الحرص على غرس مفهوم الأسرة بمعناه الدقيق، بمعناه الصحيح، معناه الشرعي، وهو ارتباط رجل بامرأة في إطار عقد شرعي صحيح. ينبغي تكريس هذا المفهوم في أذهان الناس وفي أذهان الشباب الآن، حتى تندفع كل المحاولات التي يراد بها تغيير المصطلح. الآن هناك محاولات عديدة جدا لتغيير هذا المصطلح وأخذ المفهوم الأسرة إلى أنواع مختلفة من العلاقات. نحن نقول بأن العلاقة الصحيحة أو المفهوم الصحيح هو ارتباط رجل بامرأة في إطار عقد شرعي صحيح. وتلاحظ سيادتك في كلام الفقهاء عندما يتعرضون لعقد الزواج، يتعرضون له بشيء من التبجيل ويشبه التقديس، في أنهم يريدون أن يقولوا بأن هذا العقد محاط بضمانات شرعية حتى في الإطار الذي نتكلم عنه. ولذلك على سبيل المثال، مثلا أحد أئمة الفقه الإسلامي وهو الإمام القرافي رحمه الله تعالى، توفي سنة 684 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، بيتكلم عن عقد الزواج وكيف أنه احتل مكانة مرموقة في التشريع الإسلامي، وهو عقد، وهو يقول عقد مثل سائر العقود في أنه إيجاب وقبول وله أركانه كما في بقية العقود، لكنه قال لكن الشرع الشريف اهتم به وأحاطه بضمانات، وقال في عبارة موجزة، قال إذا أردت أن تعرف أهمية عقد من العقود فانظر إلى الشروط المشترطة شرعا في العقد، فإن وجدت أن الشرع قد كثر من الشروط في العقد المعين فاعلم أن هذا العقد يختلف عن غيره من العقود. إذا نظرنا إلى عقد الزواج بنجد بالفعل بأن هناك شروط وضعت في هذا العقد، صحيح قد يختلف العلماء حول حقيقتها وحول عددها وحول رتبتها
والارتقاء بها إلى درجة ركن أو بقاء شرط على صلاحات العلماء في إطار العقود، لكن على كل حال هي من الشروط اللازمة أو من الأمور اللازمة أو العناصر المهمة التي لا يكون عقد الزواج إلا بها. طب ممكن فضلتك تذكر لنا جانب من هذه الشروط؟ على سبيل المثال مثلا وجدنا أن وجود الشهود، حضور شهود عقد الزواج من الأمور الجوهرية، بحيث إنه إذا لم يوجد شهود أصبحنا أمام سرية للعقد، فتؤدي إلى خلل في هذا العقد. هذا الخلل درجته كيف تبطل ولا نصحح ولا ماذا، هذا أمر إجرائي بيختلف حوله العلماء. لكن إذا نظم النهاردة مثلا في مصر مثلا، هذا منظم بالقانون، إذا أصبح ملزما على الجميع، ملزما شرعا وقانونا. فعندك شهادة الشهود أو حضور الشهود عقد الزواج. نمرة اثنين الصداق، لا يجوز أن يخلو عقد الزواج من صداق. الصداق هو المهر، اللي هو المهر يعني. نمرة ثلاثة عند الكثير من العلماء وجود ولي، وده بنحتاجه في أمور معينة يعني في بعض أنواع الزيجات التي حصلت بالفعل، فبننظر هل هناك ولي أو لم يكن هناك ولي. صحيح أن العلماء اختلفوا في هذا الأمر، الإمام أبو حنيفة وعليه أخذ القانون المصري بأن المرأة طالما أنها كانت بالغة عاقلة فإنه في هذه الحالة يجوز لها أن تعقد لنفسها ولغيرها. لكن ومع ذلك فإن الإمام أبو حنيفة أو الفقه الحنفي على كل حال، وأيضا القانون أخذ بذلك إحطاط لهذا الأمر أيضا، وأوجد قدرا من تحقيق الملائمة في هذا العقد إذا جاز التعبير، بمعنى أنه قال بأنها ينبغي أن تتصرف تصرفا حسنا في اختيارها لزوجها، بأن يكون زوجا كفئا لها، وأن يكون المهر الذي قدر لها أن يكون مهر مثيلتها من أبناء عائلتها. حتى لو عقدت نفسك لكن لا تخرج عن هذا الإطار، اختاري الكفء الذي يتناسب. ويمكن نتكلم عن عناصر الكفاءة فيما بعد، لكنها عناصر مهمة لإيجاد قدر من الموائمة والتلاؤم فيما بين الزوجين حتى تسير الحياة الزوجية عرفا في استقرار. يعني هي عناصر مهمة لاستقرار العلاقة الزوجية.